بغينا نعطيوك شويه الفقاس وانت غادي. انا دابا في تيزين نغشو، كنظن بان هذه اعلى نقطه اللي غادي نطلع ليها، لانني اقطع دابا شي 18 كيلومتر من تيزين غشو، وتقريبا شي 360 من اللي خرجت من الدار البيضاء، وقربت نوصل لواحد البلاصة كنت دزت منها بالفيرو في 2013.
شخصاً. المسألة ديما كتوقع ليا. ضرب دابا واحد 30 كيلومتر من تيزين غشو بومية، خرجت من بومية طريق دعيت عياش من قلت خرجة ديال بومية كاينين كاين الفوارم الضيعات والديور واحد 5-6 كيلومتر، وكنقول بلاتي شوية نزيد نربح الطريق ونوقف. غير هو فاش وصلت واحد الوقت ما بقى والو ولا غير هادشي. صاحبي هادشي ماشي ديال الاخراج وداكشي، ابتسم لينا الاخ يوسف لاسيستون كويزيني رياليزاتور كلشي ان شاء الله تنور فانتلاي. هادي تيزي